الحصول على خيمة ليس كل شيء. هنا في محيط مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي، هذه الخيام لا تحوي على أي وسائل للتدفئة، وهناك عوائل كثيرة ما زالت خارج الخيام وتبيت ليلتها في العراء. هنا مشاهد حقيقة صادمة لما نشاهده الآن، عائلات بأكملها منكوبة من هذا الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، والآن هذه العوائل لم تحصل على أي وسائل للتدفئة وتبيت ليلتها بالعراء كما نشاهد الآن. هناك نقص في مواد التدفئة ونقص في الأغطية ونقص في الخيام. أكثر ما يناشد المنكوبون هنا هو النقص في الخيام. نحاول اللقاء مع السلام عليكم. بتحكونا ليش باركين هون بالعراء؟ ما في تأمين، ما في تأمين، ما في خيام، ما في لبس، ما في أكل. كم ليلة صالكن برا؟ الله هو يشهد علي، اليوم 5 أيام وابني مكسور إيده وإجره وحاططته بالخيمة عند الجيران وأني قاعدة بالجول 5 أيام والله العظيم على هالحالة. شن شاطين، وابني مكسر وعندي أولاد صغار وعندي بنت قصور كلية وعندي بنت الثانية صغيرة عم ترضع على صدري، حاططهم عند الجيران وأقولهم شوفهم بس ابني هذا يأكل مع تراب، ياكل يشرب مع تراب، ينام مع تراب، ما واحد انتبه على الكسور اللي بجريه وايديه. كما نشاهد الان هذا حجم الكارثه هنا كبير جدا. ما زالت العوائل في العراء، هنا اطفال كما نشاهد، لا يوجد اي خيمه ولا اي شيء يبعد عنهم البرد القاسي، وهنا درجات الحراره وصلت الى -3 تحت الصفر. الحقيقة أن يعني بعض العوائل المتواجدة في المراكز، مراكز الإيواء، تلقت المساعدات، إنما هناك مئات العوائل ما زالت خارج هذه المراكز لم تتلقى أي مساعدات، رغم وصول المساعدات أو حجم المساعدات الكبير إلى محيط مدينة جنديرس. قحطان مصطفى، العربي، شمال حلب، سوريا.